هو يسأل عن المنجيات. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من كل كرب وسوء. هو طبعا في إذا كان بيقصد مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات، ثلاث ثلاث كفارات، ثلاث درجات، ثلاث مهلكات. ثلاث منجيات، القصد في الفقر والغنى، كلمة الحق في السخط والرضا، القصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا، وخشية الله في السر والعلانية. دي المنجيات. القصد، إنسان يقصد دائما في كل شيء، يعني القصد، لا تقدير ولا إسراف. القصد في الفقر والغنى، كلمة الحق دائما تنجي الإنسان، وخشية الله سبحانه وتعالى. ده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الآيات، بعض الناس بيسموا الآيات المنجيات، والحقيقة ما ورد شيء معين، لكن هي عموم آيات التوكل على الله تعالى. يعني كقوله تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا على الله فليتوكل المؤمنون، كقوله تعالى يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فعموم التوكل على الله عز وجل ينجي صاحبه إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينجينا من كل بلاء. كلمة لا إله إلا أنت سبحانك، الله قال كذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها نجاة. فيها نجاة. نعم. الله أكبر. كذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. نعم. شيخ الكريم.